هي فكرة أنه واحد يرجع البيت ما يلقي أطفاله فتشي كلش كبير، وأني أشاطر كل العوائل. هاي الفكرة الصعبة أنه أني أرجع البيت بأمان الله ألقي أولادي ما موجودين. فأهم شيء ما أخلي القلق والغضب يتغلب علي، ويعني أتخبط وأتصرف خطأ. أني حتى أسترجع أطفالي لازم أستعمل طريقة صحيحة تناسب قوانين هذا البلد. يعني أول خطوة أنا أروح للمنطقة اللي أنا ساكن بيها، السوسيال اللي قريب من هاي المنطقة، وأسألهم وين أولادي، شنو صار، أو أسأل أقرب يعني مثلا الروضة أو المدرسة مالتهم. لما أعرف أنه صار هذا الشيء وبعد فترة أتواصل وياهم، أهم شيء أقول لهم أنه أنا آسف تصرفت خطأ. إذا كان الشخص ضارب ابنه فعلا، أهم شيء لا ينكر، يقول لهم أنا ضربتهم وأنا كلش تندمت، ولأن قوانيننا ببلدنا يعني مختلفة، فأني تصرفت خطأ، يا ريت تساعدوني بهذا الموضوع وتعطوني إرشادات. هاي الكلمة أكبر مفتاح نفتح به باب استرجاع أطفالنا. أنا أعتقد بالعكس، الإنكار يدل على أنه هم يضمون مشاكلهم وناوين مرة ثانية كأنه رح يضربوهم. هاي بنظر المجتمع السويدي، لأن هم مجتمع منفتح، فلما يروح الشخص ويقول لهم أنا تصرفت خطأ، رح يحسون أنه هو فعلا ندمان، وهو مو بس كلام، أكيد يعني يطلب منهم مساعدة، يعني مثلا يطلب منهم شلون يعطوا إرشادات. فهاي الفكرة تدل على أنه هو ندمان فعلا، فالخوف لا يخلي يقودنا إلى طريق خاطئ. الطريق الصحيح بهالشكل، وأنا أتحدث من خلال خبرتي يعني، يعني مؤخرا صادفتني قبل أقل من شهر شخص كان ضارب ابنه ورايح للمدرسة، فلاحظوا مكان الضرب يعني على وجهه، فيعني محدثي بطريقة ملاحظين أنه أي فعلا أبوي ضربني، فأخذوا للطفل وأخذوا أخته واتصلوا بي للأب، قالوا له بما معناه أنه أنت بعد ما تشوف أطفالك، وطبعا هو نكر قال لهم أبدا أنا لا ضربت ابني ولا شيء. فأجي يمي أني أساعد العرب الجدد اللي جايين، ما اللي دخل بالسوسيال يعني، أنا بالعكس أساعد العرب الجدد. فتواصلت وياه وحكيت، هو يوثق بي ويعرفني عن دائما يراجع وأساعده، فحكيت للموضوع قلت له أنت غلطان، إذا أنت ضاربهم فعلا لازم تعترف. قال لي شلون يعني، هاي يروحون مني. قلت له يمكن بالعكس، إذا تعترف ترويهم أنه أنت ندمان، وقل لهم إحنا ما عدنا هذا الشيء بلدنا، وما عدنا يعني قوانين معينة ضد الضرب وهذه الشغلات، حتى يعرفون يعني بالضبط يعني شلون يتفهم انه انت متفهم هذا الموضوع. المهم يعني اخذ بكلامي وراح. اوكي، اخذ وقت، يلا التقى بيهم مو بيوم ويومين، بس لازم يكون اكو صبر ويتصرف بشكل صحيح يمشي على قوانين هذا البلد، يسأل يتعلم، واكيد اكيد رح يسترجع اطفاله. بس ملاحظة، الدولة هي ابدا ما تكون فرحانة لما تاخذ طفل من امه وابوه، لكن هم يردون بس يحافظون على الطفل ما يتعنف، بس بنفس الوقت يردون يروون للأهل أنه أطفالكم مو ملككم، لازم تعاملوهم صحيح. هو الصبر دائما أحسن طريقة وأسلوب واحد يتبعه، لأن السويد بلد متحضر ويعني يحبون التعامل بهذا الطريقة. فواحد من يتشوش يضيع حقه، يعني هو إذا كان فعلا مظلوم وما ضرب الشخص الأم أو الأب، لا يصح إلا الصحيح. عندهم مؤسسات وعندهم يعني إحنا نقول بالعربي روحهم طويلة، يعني يظلون يتواصلون ويا الشخص إلى أن يتأكدون، وإذا تأكد أنه فعلا هو مكان ضارب بالتأكيد يعني راح ترجع الأمور إلى نصابها. يعني أحيانا الطفل يكذب يقول أمي أو أبوي ضربوني، بس مو دائما يسووا لهم بهالشكل، يأخذون الطفل ويخبوه. لكن لما يتأكدون يشوفون آثار عنف ويشوفون تصرفات الطفل غريبة، منزوي، ما يلعب ويا الأطفال الآخرين، ما يأكل، ويلاحظون بجسمه أكو آثار بهذاك الوقت. لكن بنفس الوقت إذا أجتي وشاية، هاي يسموها أوروس أنميلا، يعني شلون تخبير عن قلق، يصير قلق، فبس يدزون على الشخص يسألوه ويشوفون شلون يتحدث وشلون يتصرف وتمشي الأمور. وأني صارت قدامي قضايا كلش هواية، مثلا آباء، أنا أعرف شخص يعني مو شخص وإنما أم، فعلا ضربوا ابنهم وقالت لهم أني آسفة وحكت وهاي، فصاروا بس يجون السوسيال بين فترة وفترة، يدخلون ببيتهم ينطوهم شوية ملاحظات، يشوفون الجو العام، بعد فترة قصيرة انتهى الموضوع وانغلق. يعني قصدي لا يخافون الأهل يعني.